وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس البرمجة باستخدام لغة بايثون. في هذه المحاضرة راح نشرح بعض الدوال المهمة اللي ممكن نستخدمها في عمل اللغة. أول هذه الدالة هي الدالة صم. الدالة صم وتعني summation أو جمع. مثلا عندنا list x تساوي مثلا مجموعة من الأرقام مثلا بهذه الطريقة. هذه ليست بها مجموعة من الأرقام. لو حبينا نجمع هذه الأرقام العملية سهلة، نضغط على print. بداخل print راح نكتب الدالة sum بهذه الطريقة، وبداخل أقواس الدالة sum راح نكتب قيمة الليست اللي نريد نجمع مكوناتها، فراح نكتب x، ومن ثم راح نجري عملية run. إذا نلاحظ أنه الناتج 49. طيب لو حبينا نضيف رقم بالإضافة إلى هذا الناتج اللي هو 49، مثلاً حبينا نضيف له 100، فنجي هنا بعد كتابة قيمة الأكس نضيف فارزة ونكتب الرقم اللي نريد نضيفه إلى الناتج، مثلاً 100 بهذه الطريقة، ونجري عملية الصم، راح يكون الناتج 149. طيب دالة أخرى اللي هي round، مثلاً عندنا متغير وليكن اسمه y يساوي لنا رقم 125.854 مثلا، اللي هو هذا الرقم 1254.854، وحبينا نقربه الى اقرب قيمة، يعني الراوند هو تقريب، فراح نحوله الى رقم صحيح من خلال انه نضغط على print ونضيف الدالة راوند، وبداخل اقواس الدالة راوند راح نضيف قيمة الليست أو المتغير اللي بيه الرقم، مثلاً y اللي نريد نقربه، وطبعاً نضغط على الران. إذا لاحظ 1255، طبعاً 54 تم تقريبها لأن هنا 8 فصارت 1 اللي هي 55. طيب عندنا دالة أخرى اللي هي الرينج. طيب الرينج اللي هي تعطينا معدل أو تعطينا سلسلة من الأرقام بمعدل. مثلاً أنا أريد أضيف أرقام من 1 إلى 10 بمعدل 1 مع كل زيادة، يعني 1 2 3 4 وهكذا. فراح أجي أكتب print بشكل مباشر. بداخل print راح أكتب list بهذه الطريقة، وطبعاً راح أضيف بداخل list أقواس، وبداخل الأقواس راح أكتب range. طيب هذه هي كتابة الدالة range، فقط أضيف أقواس للدالة range. وهنا أنا طبعا مطلوب من عندي ثلاث مكونات. المكون الأول هو بداية السلسلة، مثلا راح تبدي من 0. المكون الثاني هو نهاية السلسلة، مثلا راح تنتهي إلى 10. المكون الثالث هو القفز من مرتبة إلى مرتبة، مثلا كل واحد يبدي عملية القفز. إذا لاحظ هنا أنا راح نجري عملية run، راح يعطيني 0 1 2 3 4 إلى 9، لين راح يتوقف عند 10. طيب إذا أريد عند 30 راح يكون بهذه الطريقة، راح يبدأ من 1 إلى 29. طيب إذا أريد القفز يكون كل 3 أو كل 2، راح أكتب كل 2 بهذه الطريقة، مثل ما لاحظ 0 2 4 6، مثلا القفز كل 5، وهكذا راح تبدي عمليات القفز حسب السلسلة اللي أنا أريدها. طيب عندنا دالة اللي هي الأبس واللي هي الأبسوليوت. الأبسوليوت هي تعطيني الرقم المطلق، يعني مثلا أنا عندي ناقص 100 راح تعطيني 100، راح تلغي لي الناقص وراح تلغي لي المراتب العشرية بحيث تعطيني رقم موجب مطلق حصرا. مثلا عندي print بهذه الطريقة وراح أكتب أبس ABS، وطبعا راح أضيف أقواس، بداخل الأقواس راح أكتب مثلا 100 هذه الطريقة. إذا ألاحظ أنه الناتج 100، كنترول دي راح أستنسخها وراح أخليها ناقص 100، أجري run. إذا ألاحظ أنه راح تعطيني 100، إذا كان رقم موجب راح تعطيني موجب، إذا كان سالب راح تحول لي إلى موجب. أيضا مثلا كنترول دي عندي الرقم اللي هو مثلا 10.92 مثلا، أجري run راح تعطيني 10.02. طيب عندي دالة أخرى اللي هي الباور. الباور اللي هي الأس، مثلا عندي print
بهذه الطريقة، وراح نكتب power po بهذه الطريقة الباور. طبعا راح تطلب من عندي مكونات اثنين اللي هي البيس والإكسبريشن، القاعدة والأس. القاعدة مثلا اثنين فارزة أس اثنين، اثنين فارزة أس اثنين يعني اثنين مضروبة بنفسها مرتين، اثنين في اثنين نتيجة أربعة مثل ما نلاحظ. اثنين أس مثلا أربعة يعني اثنين في اثنين يعني بالضبط هيجي تقريبا اثنين في اثنين في اثنين في اثنين بهذه الطريقة. اثنين في اثنين راح يكون أربعة، أربعة في اثنين ثمانية، ثمانية في اثنين 16، فإذا راح تكون النتيجة 16 مثل ما نلاحظ. عندنا الدالة ماين. الدالة ماين هي تستخدم لإعطاء أقل قيمة. مثلا عندي هذا المتغير اللي هو X، نفسه عندي متغير ثاني وليكن اسمه Z بهذه الطريقة، وحبيت أعرف أقل قيمة لهذه الأرقام، فراح أكتب print، بداخل print راح أكتب ماين، بداخل الماين اسم المتغير اللي بي list اللي هو اسمه Z بهذه الطريقة، راح أجري print. إذا ألاحظ أنه أقل قيمة هي الواحد. طيب أيضا ممكن عندي متغير للأسماء، طبعا تستخدم للأسماء أيضا، ممكن الأسماء يعني هنا أنا عندي مثلا double quotation مثلا علي مثلا بهاء أيضا double quotation، مثلا عندنا هنا أنا محمد بهذه الطريقة. إذا أجي على run راح يعطيني علي هو الأقل صغرا أو أقل مراتب للحروف، وإذا تستخدم للأرقام وتستخدم للنصوص. هذه فيما يخص الدالة ماين. أيضا عندي الدالة ماكس. الدالة ماكس تستخدم لإعطاء أعلى قيمة، يعني بإمكاننا نطبق هذه الدالة على النصوص أيضا مثل ما نلاحظ هنا أعلى قيمة اللي هو محمد، أيضا بإمكاننا نطبقها على الأرقام بهذه الطريقة وراح يكون اسمه Z، فراح تعطينا النتيجة اللي هي 22. إذا نجي هنا run إذا لاحظ 22. طيب طبعا هذه بعض الدوال اللي ممكن نستخدمها ونحتاجها بكثرة في إنتاج البرامج على لغة بايثون. إن شاء الله تكون هذه المحاضرة سهلة وبسيطة، نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.